السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم أحلى أخوات أحلى أمارات أحلى أميرات في الدنيا كلها، محبين ومشاهدين وصفات رهيبة مع رشا. إزيكم يا حبايب قلبي؟ يا رب دايما بخير وبأحسن حال دايما. النهاردة طالعة، برغم إن أنا قايلة لكم قبل كده ما بحبش أرد على قنوات ما ومش بسمح لحد إن هو يشتهر على قفايا، بس النهاردة طالعة ضروري جدا جدا جدا. ليه بقى؟ لأن أنا الصبح عادي في أمان الله بصيت لقيت عدد القناة مشتركين 112,000 دلوقتي، ولله الحمد والأرقام عندكم بقى 113,900، زاد 1900 في حاجة كده يعني في ساعة زمن، ولله الحمد ألف شكر وليك يا رب. طلع أحد القنوات الحرامية البجحة، عارفة الحرامية بجحة؟ يعني في حرامية اوكي، بس في حرامية وبجحة. جالي على القناة انا كنت مستغربة ايه عدد المشاهدين زاد ازاي، عدد المشاهدين زاد ازاي، لقيت واحدة بحتل على صفحة فيس وصفات رهيبة مع رشا، يا رشا ده في قناة كذا كذا كاتبة فيديو بتقول فيه انك انت عاملة فيديو بتقول فيه انك انت شتمتيها او انك انت يعني بتقول ان هي سارقة فيديوهاتك ومش عارفة ايه وكذا كذا كذا. القناة دي يا حبيبة قلبي طبعا انا دخل عدد كبير جدا من عندها الحمد لله، لما دخلوا قناتي اشتركوا عندي. عايزة اقول لك حبيبة قلبي ارجع للقناة عندها، مش هقول لك لف كتير، ما تتعبيش نفسك، ادخلي كده على اخر 15 فيديو هي عاملاه على قناتها وشوفي تواريخ اللي هي نشرته على قناتها وتواريخ اللي انا نشراه على قناتي. سرقة قناتي كربونة كربونة كده كربونة، اللي بتقول لا اصل انا شفت فيديو وعملته ودي كانت بالصدفة ومش بالصدفة، لا حبيبة قلبي مش بالصدفة. الناس اللي دخلوا حتى قالوا لي يا رشا، يعني واحدة بتقول لي انا رشا كتبت لها في التعليقات بقول لها لا انت فعلا سارقة قناة رشا كلها عندك، راحت ماسحة التعليق. حبيبة قلبي انا شخصيا لما البنت قالت لي دخلت وقلت لها حبيبة قلبي هو انت فعلا حرامية وبجحة، انت سارقة كل فيديوهات قناتي والناس تشهد، فيديو كذا مسروق من عندي، فيديو كذا مسروق من عندي، حطيت لها يجا اكتر من حاجة و20 فيديو ولسه كمان ما كنتش مشيت في قناتها، ده دول الحبه اللي على الوش، قلت لها فيديو كذا وفيديو كذا انا عاملاه كذا انت عاملاه ثاني يوم، انا عاملاه كذا انت عاملاه ثاني يوم، انا عاملاه كذا، ورصتهم لها راحت ماسحه تعليقي. اي حد يدخل يقول كلمه حلوه في حقي تروح ماسحه التعليق. طب انت ليه مش انت المفترض انك انت الناس ليها حق الرد، فانا طلعت لك يا غاليه عشان ارد لك في فيديو اقول لك انت حراميه وبجح. وعايزه اقول لك حاجه بقى، خدي التقيله، انت مطلعه صوره قناتي تمام ومطلعه اسم قناتي تمام، عشان لما ارزعك البلاغ المحترم دلوقتي ما تزعليش يا غاليه لما اوقف لك الربح، ما تزعليش لما يجي لك بان على القناه وتيجي بعد كده هتبعتي لي والنبي شيليه والنبي اعمليه وحياه ابويا ما شايله لك يا غاليه، عشان انا بس من النوع اللي ما بحبش اقطع رزق حد. انا طالعه هقول فيكي يا نقي يا خيار من هنا لبكره، انت مش هتقدري تعملي معايا حاجه لان انا مش قايله قناتك وانا اكبر من ان انا اقول اسم قناه زي قناتك، لكن انت هضرك لانك قايله اسم القناه بتاعتي. صحيح انت على راسي وبجد انا ما يعني عملتي فيا جميله انك انت جبتي لي عدد مشتركين كتير وصيدتي اكتر ما انا متصيطه ولله الحمد، بس برضو ما تزعليش لما اذيكي، رغم ان انا ما بحبش اذي حد في اكل عيشه، بس لما اعمل لك البلاغ دلوقتي وانت لما تعملي من هنا 50 بلاغ فيا فين انا قايله اسمك؟ مش قايله اسمك، انا بقل منك اهو مش بقول اسمك، لكن انت بقى انا هعرف اضر لك لانك انت قايله اسم قناتي وحتى صوره قناتي، ومجرد ما هعمل لك بلاغ هتلاقي البان جالك دلوقتي، اذا كان بوقف ربح ولا اذا كان باي حاجه بقى هم يختاروها اداره اليوتيوب مع نفسهم. وبقول للناس اللي على قناتها وجات لي حبيبة قلبي قارني بين أسماء فيديوهاتها اللي هي عاملاها وأسماء الفيديوهات عندي والتواريخ والصور، هتعرفي إن هي فعلا حرامية وبجحة. أسيبك بقى يا قلبي عشان أفضل أعمل لك البلاغ الجميل ده، حتى المفرش اللي انا بصور عليه يعني عايز اقول لك قلدت كل حاجه، حتى المفرش ذات نفسه ما سلمش منها. عايز اقول لك انك انت بجد عملت فيا جميله والله يا بنتي ما هنساها لك طول عمري. وبقول لكم تاني ادخلوا على عدد المشتركين امبارح، اكيد انتوا الناس لو حد شاف عدد المشتركين امبارح والنهارده شوفوا العدد وصل لفين. وتقولي اصل انا ابني لو دخل ويا اصل انا مسحت تعليق، طب مسحت تعليق ليه؟ مش انا تعليق على حق؟ بس اصل انا خفت مسحت تعليقها يا جماعه لحسن ابني لو شاف دخل وشافه كان هيزعل. ايه يا اختي؟ طب ما تخليش ابنك بقى والنبي يزعل لما اعمل لك البلاغ يا حبيبه قلبي. الف تحيه لكل الناس اللي انضمت للقناه جديد، نورتوا قناتي يا اماراتي، صدقوني القناه هنا منتهى الاموره هتعجبكم جدا ده انتوا جايين لي من ريحه الغاليه وما تنسوش يا نور عيني